الطرف الثاني الذين غلوا في إثبات الشفاعة، غلوا في إثبات الشفاعة، وهم القبوريون والخرافيون الذين يتعلقون بالأموات ويطلبون منهم الشفاعة ويدعونهم ويذبحون لهم وينذرون لهم، وإذا قيل لهم هذا شرك قالوا لا، هذا طلب للشفاعة، كما قال المشركون الأولون، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فهم غلوا في إثبات الشفاعة حتى طلبوها، حتى طلبوها من غير الله، من الموتى والمقبورين، وطلبوها أيضا لمن لا يستحقها وهم أهل الشرك والكفر بالله عز وجل.